مشاهدينا، استكمل هذا الحوار مع سعادة النائب طارق المرعبي، وهو طبعا عضو كتلة المستقبل، والأستاذ نسيب جبريل الخبير الاقتصادي، وانضم إلينا الأستاذ وليد موسى نقيب الوسطاء الاستشاريين والعقاريين. سعادة النائب، بدي أسألك، الاقتراح اللي قدمته هو كان اقتراح معجل مكرر وبمادة وحيدة، وهي مسألة لمعالجة هذا الأمر وأخذه على عاتق وزارة المالية من بين ايدين حاكم مصرف لبنان او الحاكميه بناء على طلبه. هي مش تاخذت من بين ايدين مصرف لبنان، يعني نحن مثل ما شفت سعاده الحاكم من مده تولى الموضوع لانه كان في ضياع بالمسؤوليه. يعني هيك بلشت اساسا، يعني ينمنح دعم للفوائد. فنحن لما شفنا هذا الواقع انه مصرف لبنان ما بقى عنده امكانيه بالاحتياط الموجود انه يعطي دعم اضافي، قلنا انه نحن طبعا لازم يجي هالدعم الاضافي من محل تاني، من محل يعني فتشنا وين معقول يكون في مجال، بدك تعمل حل ما يكون في اعباء جديده اضافيه على الدوله، وبنفس الوقت بدك تخلي شوي القطاع المصرفي معني بهالموضوع، وبنفس الوقت وزاره الماليه طبعا هي اللي الحل الوسط ما بين، يعني او اذا بدك ما ينفذ كل هالعمليه. فنعمل موضوع اقتطاع كمية من الضرائب الموجودة اللي بتدفعها البنوك تقتطع لمؤسسة الإسكان مباشرة. 1000 مليار إذا ماني غلطان بميزانية كاملة 1000 مليار ليرة، ما نحط مبلغ معين، نحط لحد 5% دعم الفوائد. والشغلة المنيحة اللي بتساعد بهالقانون أنه هي بتتمشى مع الوضع الاقتصادي العام. يعني نحن اليوم مثلا بوضع اقتصادي جيد، الودائع بدها تزيد، الودائع بدها تزيد، يعني الضرائب على القطاع المصرفي اللي عم يدفعوا على الودائع كمان بدها تزيد. لما بيزيد هالمبلغ بيزيد الدعم، لانه انت عم تاخذ عم تقتطع هيدا الدعم من الضرائب اللي بتتوجه على البنوك. يعني انت تمشيت عملت قانون بيتماشى مع الوضع الاقتصادي من ميله، ومن ميلة تانية انت كمان عطيت حق. نحن عزدنا فقرة كمان بتتعلق بالمستأجرين انه في 2% دعم اضافي، هو الدعم للاشخاص العاديين اللي مش مستأجرين بيوصل لحد 5% من الفوائد. اذا ما عملنا للمستأجرين القدامة طبعا قدامة، لانه في ملف عالق كمان وفيه نفس المشاكل. انعمل انه في فقرة انه بتحط انه في 2% اضافة عن السقف 5%، يعني بيوصل السقف 7% دعم فوائد، يعني يمكن توصل 0% حسب هلا. طبعا الفوائد تتراوح ما بين وما بين، يعني حسب الاستاذ إلي طبعا في حطنا بالجو انه هي الفوائد منها ثابته، هي بحسب الاوضاع الاقتصاديه وبتتزامن بحسب الطلب والاقتصاد العالمي طبعا. استاذ وليد، عندك مقاربه بتقول، بدي انطلق من كلام النائب المرعبي بشان الامر بكامله تشريعيا وتنفيذيا، عندك مقاربة بتقول انه اجلا ام عاجلا الموضوع لن يحل الا بوجود او اعادة احياء وزارة الاسكان. لا مش هالقد، انا مع انشاء وزارة اسكان، بس اكيد اليوم بالنسبة للقروض، قروض مؤسسة عامة للاسكان، ضروري البت بالمشاريع القوانين اللي تقدمت، لانه المشاريع القوانين اللي تقدمت هي مشاريع اذا بدك مدروسة، والشباب منسقينا مع المؤسسة العامة ومع وزارة الشؤون الاجتماعية، وحتى كمان أنا بعرف أنه المصارف في عليها رضا كمان من المصارف، بقى هذا المشروع كامل متكامل بيقدر يلاقي، يعني من أحدى الحلول اليوم إذا مصرف لبنان ما قادر بقى يدعم، مثل ما بنعرف أنه ما قادر بقى يدعم القطاعات ومنها القطاع العقاري، هو حل بيأمن استمرارية هذا الدعم، لأنه اليوم ما بيكفي بس أنه ندعمه على سنة، اليوم إذا ما بنلاقي حل على ندعمه بشكل دائم بنكون اجلنا المشكلة لسنة، والمشكلة رح تصير أكبر بكتير بعد سنة أما سنتين. سو الاقتراح اللي قدموه بعد الكتل النيابية ومنهم كتلة المستقبل اقتراح بلابل بينمشى فيه، بس ضروري البت فيه. يعني اليوم نحن خوفنا أنه تعليق البت بهالاقتراحات القوانين بتشكيل الحكومة. طيب إذا تشكيل الحكومة أخذت 5 أشهر، اليوم عم نسمع كتير أخبار حلوة إنه الحكومة منا رح تطلع
وحنرجع نفوت بالجدل الدستوري انه هل يحق للحكومة بظل حكومة تصريف اعمال لمجلس النواب انه يقر مشاريع قوانين مثل اللي طرحتها كتلة المستقبل؟ حنحاول نضوي على هذا الموضوع بعد شوي. استاذ نسيب، يعني لما بتقول كتلة المستقبل بمتن اقتراحها اللي هو من مادة وحيدة بتسعة تموز، انه هذا يهدف هذا الاقتراح بعموميته لتحريك القطاعات الاقتصادية ولتدعيم العملة الوطنية وللحد من هجرة الشباب اللبناني ولحل أزمة الإسكان، وطبعا بدعم من كل الوزارات المعنية. هل هذه الأهداف قابلة للتحقيق وبأدها مدة؟ أولا أنا بشكر كتلة تيار المستقبل يلي قدمت هالمشروع، لأنه هيدا بلش نقاش حيوي على موضوع الإسكان ككل، وبتمنى كل كتلة نيابية تقدم مشروعها ليغني النقاش ويكون في خيارات وننقي، أو مجلس النواب والسلطة التنفيذية ينقوا أفضل خيار. بس مثل ما تفضل الأستاذ إلي، لازم يكون خيار مستدام لتقدر المصارف تشارك كليا والمصارف مستعدة تتسمع. بعد عقلك مع أستاذ إلي هلا. مع أستاذ وليد. المصارف مستعدة. أستاذ إلي كب الأملي ومشي. كب الأملي ومشي هلا بدي يرد. مستعدة تسمع كل الاقتراحات، تدرس كل الاقتراحات. ولازم الاقتراحات. طب تقييمك الاولي او التقييم الاولي لهذا الاقتراح، هل هو يعني قابل للتطبيق؟ بيقطع بمجلس النواب؟ في 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 نظريه بتقول انه هيدا قرار، هيدا مشروع غير دستوري، ما بيطابق مع الدستور، لانه ما فيك تخصص من الواردات وتخصص. معلش انا بس كمان بحب حاول يعني اوضح عفوا، ولكن اذا بتدخله بموازنه 2019 بصير دستوري، يعني بصير من ضمن، بس في راي اقتصادي يعني. ولكن مثل ما هيدي اول نقطه، هيدي اول نقطه، ولكن في نقطه اساسيه انه احنا اساسا يعني نعمل اقتراح قانون بحل مشكله بلد اساسيه. نحن عم نعمل مزبوط ككتله، ويمكن كانت اول يعني كان 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 من الاقتراحات الوحيده اللي معقول تكون منطقيه. هلا اليوم كتله ايضا لبنان القوي، الجمهوريه القويه، كل الكتل. نحن عم نحكي باقتراح قانون بفيد كل اللبنانيين بدون تمييز، ولا مناطقي ولا فئوي ولا مذهبي ولا يعني ابدا ابدا، هو للكل ومنه لاي كتله. يعني نحن بالعكس، نحن عم نعمل سوا على قانون لمصلحة كل الكتل النيابية. نحن ان شاء الله اذا اقر هذا القانون بيكون بفيد كل اللبنانيين من دون تمييز، ونحن بهذه النقطة انطلقنا. فبهمني كمان اوضح شغلة تانية، انه بغض النظر عن النقط اللي يمكن فيها شوية انتقادات، انا اليوم اذا بدي فتش على شغلة ضلني عم زبط فيها لتطلع ممتازة او شبه مثالية، طبعا ما في شيء مثالي والكمال لله، بس نحن بدنا نمشي الشيء بالمعقول لتمشي الامور وبعدين بنصلحها. يعني ما في مشكلة نحن عملنا اقتراح قانون، نعمل اقتراح تعديل قانون منها هالأزمة بس، ولكن انت بتمشي المشكلة اليوم، نحن بنمشي بالحل، ولو كان ناقص او لو كان شبه مكتمل او يعني ما في شيء فيه كمال من اول محاولة، نحن بدنا نحاول لنشوف لنطلع من هالمأزق اللي نحن فيه، وبعدين لكل حادث حديث، لانه بتبين بعدين مشاكل تانية. هلا طبعا مثل ما قال استاذ إلي بالموازنة، عفوا استاذ نسيب، بعدنا نحن مع استاذ إلي كمان هلا بحال انا حقول بموضوع الموازنة، انت بال2019 بتعمل اللي بدك اياه، يعني فيك تعمل ماتشنج من هون لهون ما في مشكلة. وانا شخصيا انا عندي نظرية تانية، انا مع نظرية انه تعمل شيء كونسبت اسمه ماتشنج ما بين المصروفات والإيرادات، يعني الموائمة ما بين ما نصرف وما تماما، لتشوف وين المشكلة. يعني أنا مثلا اليوم حطيت موازنة، السنة الجاي بدي أشوف وين المشكلة، هو المؤشر لوحده بيضوي لك إذا في مشكلة بدون ما أنت توصل لتفتش على المشكلة. نحن دايما عم نكون ببلد موجودين عم يوصل المشكلة إلى نهايته لنبلش نعالج فيه. نحن ليش اليوم ما منحط شيء اسمه إنديكيتر؟ أنت يمكن طبعا يعني مطلع على الموضوع أستاذ نسيب اقتصاديا، بيعطيك بضو احمر مثلا انه نحن تخطينا موضوع معين قبل ما توصل على المشكله تبلش تشتغل على الحل. هيدا بحاجه بعتقد لحوكمه وندخل الحكومه الالكترونيه والتطبيقات الجديده تنقدر نوصل لهيدي هو كله بكمل هذا ضمن الاقتصاد المعرفي، كله بكمل بعضه. ما بدنا ننسى انه كان في مجلس نيابي مشلول على مدى السنين، نحن اليوم 9 سنين، يعني نحن عم نحكي بال2009 اخر جلسه نيابيه. مجلسكم الكريم اللي تولى من 20 ايار بلش كمان يصير مشلول.
يعني ببلش الشلل لما ما يكون في حكومة، لأنه طبعا ما في ثقة للحكومة وما في عمل لمجلس نيابة طالما ما في حكومة بدها تواكب عمله، أو نحن هل سلطة تشريعية أو رقابية على الحكومة التنفيذية اللي هي بعد ما انوجدت. هلا بدي أسألك عن موضوع جديد. التشريع، وهل هناك تشريع ممكن بظل حكومة تصريف أعمال؟ الأستاذ وليد بيقول، رئيس وحدة الدراسات ببنك بيبلوس الأستاذ نسيب غبريل، أنه أي جهة رسمية لم تقدم للمصارف حتى الآن إجراءات عملية وآلية لتطبيق وعودها، سواء كان متعلقة بالألف مليار أو بتقديم إعفاءات ضريبية، أنه بما معناه كله كلام في كلام. وقضية الإعفاء كانت محطة نقاش مع الوزير، وزير الشؤون الاجتماعية، ومع الأستاذ لحود اللي هو مدير مؤسسة العامة بيوم يعني بخلال شهر تموز، ضمن المساعي لإيجاد حل لأزمة قروض الأستان. يبدو أيضا أنه شبكة المصارف التجارية هي ضمن الناس اللي عندها تساؤلات، يعني ما عندها حلول بقدر ما عندها تساؤلات عن الدولة شو بدها تعمل. صحيح. أنا معلوماتي أنه اليوم جمعية المصارف عم تدرس جديا اقتراح القوانين اللي قدموه الكتل النبي، وهي قصة خصم هذا الدعم من الضرائب اللي رح يدفعوها بآخر كل سنة. وبعرف أنه كمان هي مشجعة هذا الموضوع، لأنه ملاقي أنه هذا هو الحل اليوم المناسب اللي بيقدر كمان يخليها تكون هي تشتغل بإطار منظم، لأنه كمان المصارف بهمها تشتغل بشكل يريحها وتحس انه الامور منظمه وما تكون يعني فلته. هلا بالنسبه الى موضوع وزاره الاسكان اللي حكيتني فيه هذيك الساعه، انا بحب ارجع علق عليه. لا، انا بحب اقول انه واجب انه نخلق وزاره للاسكان. واليوم وزاره الاسكان ما بس هي تاخذ صلاحيات مؤسسه عامه للاسكان، اليوم لازم تكون اهدافها اكبر بكثير. اليوم ما في تنظيم للعمل العقاري بلبنان، ولا للمطورين ولا للوسطاء ولا لأي محترف بيشتغل بالقطاع العقاري. ليش تنبعد ونروح على أمريكا وعلى أوروبا؟ أنت بتعرف أنه اليوم بالبحرين وبدبي في قوانين بتنظم العمل العقاري. يعني كنت عم تحكوا قبل بشوي عن حقوق، لا يعني الخليج العربي متقدم أشواط حتى عن أوروبا بهذه المواضيع. عم تحكوا كنتوا عن حقوق الشارين، كانوا بالنسبة للشقق المنشرية من هالشباب اللي حاطين هالأموال اللي مجمعينها مدى السنين، واليوم واعين بمشاكل ما بعد الشركات. أنت بتعرف أنه اليوم بالبحرين وبدبي في شيء اسمه اسكرو اكاونت، يعني ممنوع انت ينحطوا هذه الاموال بحسابات مجمده، حسابات ضمان بيقولوا لها، ممنوع المطور يستعملها لغير اهداف معينه. وبذات الوقت ما بيقدر ياخذ هذه الاموال غير ما يكون سلم شقته، يعني في حال تخلف المطور انه يسلم هذه الشقق بيرجعوا هذه الاموال ترجع ل كنوع من الضمان للشخص المشارك. بفرنسا بيشتغلوا بالانشورنس، في اليوم انشورنس بتنعمل تأمين. اذا صحيح. اذا اليوم انت ما قدرت كفيت المشروع اللي عم تعمله، في انشورنس تجي تكفل حق هذا الشاري. يعني اليوم مين وايضا هناك بيطرحوا على المشاريع القانونيه زي ما اجت وزاره الاسكان اشتغلت عليهم، ما لنا شغله بس بسيطه مشان القروض، مفهوم الفكره لانه اداريا بتشكل كثير يعني مركزيه. مشروع قصه قانون الايجارات القديمه بده اعاده نظر، لانه لليوم بعد ما حدا راضي، ولا للمالكين القدامى ولا المستاجرين راضيين على القانون اللي طلع، بده يرجع يندرس عن جديد مين بده يشتغل بوزاره الاسكان اليوم. يعني هذه ازمه المدنة قديمه حاول يحلها ايضا الرئيس السابق ميشيل سليمان وما نجح، حتى خرج وقعدنا بفتره فراغ بنتامل انه مساله يعني الايجار والقانون انه نوصل لحل وسط بعهد الرئيس ميشيل. بامريكا في سكرتري اوف هاوسينج اند اوربانيزم، بتعرف انه اليوم السكرتيريز كتير قليل بامريكا، ما في مثل عنا 30 واحد اليوم. انا بعتقد الحكومه الامريكيه عباره عن 14 وزير. انت تشوف قديش بيعطوا اهميه للهاوسينج بفرنسا، لوجمان او دولابيتا من سنه 54. طيب انه نحن بنلغي وزاره لانه شفنا انه يمكن مش عم بيعملوا واجباته ساعات الوزير ال 10 سنين. ما كنت موجود لما كنا عم نحكي بالسابق. انا اليوم يعني في مؤسسه للاسكان موجوده اكيد. نحن طبعا اذا بنزيد صلاحيات لتضم هيدي الامور وبتفعلها بالشكل اللي لازم يتفعل، ما في حاجه يعني لنخلق وزاره اسمها وزاره الاسكان. ليش وزاره النجارين اهم من وزاره الاسكان؟ لازم كيف اليوم بال 2018 في شيء بنحكي بوزاره النجارين ومعنا وزاره الاسكان؟ هي الازمه ازمه صلاحيات. فاذا اليوم وزاره الاسكان بدنا استاذ وليد يحكي عن سياسه سكنيه اسكانيه بقلب الحكومه، لانه بالدستور اليوم انا فاهم المواطن اللي انت عم تقوله، ولكن وزاره الاسكان بحاجه لتشريعات ومجددا لقوانين لإعادة إنشائها.
في هذه الأثناء ما عندنا حل إلا نتعامل مع الهيئات أكيد. مع الوطن. لا لا بشوف بس في حل غير موجود. اليوم عندنا 4 وزارات أو ما بعرف أو 5 وزارات اسمهم وزارات دولة، يبلشوا يحطوا وزارة دولة لشؤون الإسكان تحضر مشروع إنه لا ينعمل وزارة إسكان بالحكومة المقبلة. اليوم إذا النية موجودة ايه فيها نعمل كتير، وزارة إسكان واجب وطني علينا. هذا يتضارب مع يتضارب مع صلاحيات بعتقد وزير الشؤون الاجتماعية، لأنه لا. اليوم المديرية العامة أو المؤسسة العامة للإسكان هي تحت وصاية وزير الشؤون الاجتماعية. تحت وصاية وزير الشؤون الاجتماعية. أستاذ بدي أخذ فاصل بس بدي أسألك أستاذ غبريل عبر الفيسبوك سؤال. رامي عوالي: أزمة الإسكان مصطنعة وبقول لك، والمصارف متخمة بالأموال الله يزيد، والبنك المركزي بصحة ممتازة الحمد لله، والقروض المتعثرة نسبتها أقل من 1%، والشقق متوفرة بكثرة، الأزمة سياسية وإدارية ولا تعكس صحة القطاع العقاري إنما ضغوط سياسية من بعض المسؤولين. هذا أيضا بينفع بلكي جاوبنا عليه سعادة النائب طارق المرعبي، بس أول شيء بدي أخذ جواب منك لأن السؤال لك. يعني المصارف متضررة مثل هالشباب والصبايا يلي كان عندها مشاريع تشتري شقة سكنية وتتقدم بحياتها الخاصة وتأسس عائلة. مثل ما قلت بالأول بال 2017 المصارف وافقت على 6200 تقريبا قرض سكني، 80% منهم من خلال المؤسسة العامة للإسكان. فالمصارف أكثر قطاع بهمه ترجع عجلة الدعم القروض السكنية. اليوم مصارف عم تعطي قروض سكنية ولكن بالدولار وبدون فوائد مدعومة. ما لازم ننسى أنه قبل 2009 بمتوسط فوائد قد إيه يعني بهمنا ما كل مصرف بمصرفه ب 10%؟ لا أقل 10%، بس هون النقطة أنه قبل 2009 ما كان في غير من المؤسسة العامة للإسكان قروض بالليرة اللبنانية، كان قروض السكنية الأخرى بالدولار وبفوائد غير مدعومة. فهذا بيفرجي نجاح سياسة دعم الفوائد من قبل مصرف لبنان بالتعاون مع المصارف التجارية، اللي صار الكل يعتبر أنه هيدي لازم تكمل إلى ما لا نهاية. يعني لا يحسب هذا من المسلمات، نحن نكاد نكون الدولة الوحيدة يمكن في العالم اللي بنتعامل مع الدولار كعملة موازية للعملة الوطنية. كدعم مش بس كدولار، لا كدعم. بالأساس القروض لازم تكون بالعملة الوطنية. تاني مضبوط، مشان هيك هالسياسة يعني سياسة دعم الفوائد وتحرير الاحتياطي الإلزامي بالليرة نجحت. تاني شيء ما ننسى انه مصرف لبنان رح يرجع يطلق بالاول 2019 سلة تحفيزية اخرى وبالتحديد لدعم القروض السكنية، ما بعرف قد ايه حجمها، بس مصرف لبنان ما بيدرس مثل السنوات السابقة 500 مليون ما بعرف من شال منها 300 بس في مشكلة تانية اساسية ب 500 مليون بالسنة انه بيخلصوا خلال شهرين اول سنة خلال شهرين. لا ما اصلا من شال هذا اللي حصل ب 2018 خلصوا خلال بين شباط وأدار حسب الحال. اليوم بيبعث في 200 لذلك اليوم هالموضوع ما هو متروك. في مشروع كتلة المستقبل، في مشاريع أخرى، في كمان المطورين منهم ناطرين للدولة تتحرك. في مطورين عندهم ملاءه وعندهم سيولة عم بيطرحوا على الشارع انه يقسط على 10 سنوات لغايه اعاده العمل بدعم القروض السكنيه بالتحديد مع المؤسسه العامه. بس ما يكونوا يعني مطورين مثل لا لا لا. سايفكو او لا هلا هيدا موضوع انا يعني المتعثرين بنتامل انه يطلع من هذا هو قليل بعد بس عم بيجربوا يحلوا المشكله لغايه ما ترجع الدوله يعني تتشكل الحكومه وينلاقى حل مستدام. مثل ما المصارف بدها حل مستدام، مثل ما المطورين بدهم حل مستدام، مثل ما الافراد مثل الكل كل بده الجميع مؤقت على سنه وبترجع على سنه. وهذا بنبحث عنه دائما بلبنان عن حلول مستدامه، لانه بكل الملفات عندنا حلول يعني شكلها وبتاخذ طابع المؤقت. بعد الفاصل مشاهدينا نتابع هذا الحوار ونسال هل صحيح انه حاكم مصرف لبنان يعني اوقف الدعم عن ملف الاسكان لان الليره في خطر؟ بعد الفاصل.